ربنا يسلمه وست صابرين يا رب ويكمل شفاه كده على خير إن شاء الله. حابين نعرف منك كمان على أحوال المرأة الفلسطينية دلوقتي في قطاع غزة، زي بتواجه، احنا بنتكلم على 5 شهور من القصف المتواصل، الحرب المتواصلة، النهاردة أحوال المرأة داخل قطاع غزة وإزاي بتواجه كل هذه التحديات؟ والله أنا بس بدي أنوه لنقطة، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رب العالمين أنا بعتبره هو السبب إنه رجل عبد الله منبترت. الحمد لله. يعني لو يعني هو سمح إنه عبد الله يتعالج بمصر. تخيل لو هو ما سمح إنه يتعالج بمصر، أكيد كان عبد الله زمان رجله انبترت. فأنا حابة بس أشكر رئيس عبد الفتاح السيسي، أحكي له إنه شكرا لك، أنت السبب بعد رب العالمين إنه ربنا ما بطر رجل عبد الله. الحمد لله. أنت السبب. فعلا هو السبب بعد رب العالمين، يعني أنا لو أتخيل مثلا إنه 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 مثلا ما استجاب للنداء، أو إنه الاستغاثة ما وصلته، أو إنه رفض إنه عبد الله يدخل، ساعتها إنه عبد الله كان حترب رجله. ست صابرين بنشوف على طول. أنا بوجه له، أنا بوجه له الشكر والامتنان والعرفان إنه هو السبب بعد رب العالمين إنه عبد الله ربنا شفاه، الحمد لله رب العالمين، فهو فعلا هو السبب. ربنا يخلي لك ابنك يا رب. ست صابرين، يعني بنشوف يمكن فيديوهات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين وهم بيرحبوا بحفاوة كبيرة جدا بإخواتنا الفلسطينيين. شفتي التعامل ازاي من المصريين لعبد الله؟ أنا واحدة شاهدة، والله العظيم أنا واحدة شاهدة على كرم المصريين، هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا فعلا كمان شاهدة على المساعدات المصرية اللي بتوصل غزة، أنا كنت أشوفها في عيني. عبد الله من كان من قبل حوالي 4 شهور، من قبل 16/11، من 1/11 أثناء الإصابة، وهو كان يستخدم أدوية ومضادات وعلاجات وضمادات مصرية مصرية. عبد الله كان بالمستشفى يتعالج علاج مصري وهو بمستشفيات غزة. وهو بمستشفيات غزة. والله العظيم هذه شهادة أنا حابة أحكيها للكل. عبد الله هو في غزة كان يتعالج علاج مصري كله مصري، والله العظيم الضمادات اللي كان نحطها مصري، الرباطات الضاغطة مصري، العلاجات كلها مصري، مضادات حيوية ومسكنات كله مصري، كله مصري. احنا اخوات يا يعني استاذة صابرين بنشكرك، ويعني الف حمد لله على سلامة عبد الله. كل الشكر ليكي يا استاذة صابرين كحيل والدة الطفل الفلسطيني الذي استجاب له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه في مصر.